إيقاف طارق حامد ورحيله من اتحاد جدة السعودي والسبب لاعب فريق الفيحاء فلاديمير، مش هتصدق اللي عمله معاه، والجمهور بيقول له مالكش مكان معانا، اتعلم من أحمد حجازي. تعالوا نعرف إيه الحكاية، هل فعلاً في قرار خاص بوجود طارق حامد مع الفريق السعودي؟ أزمة جديدة بتواجه طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي بسبب اللي عمله معاه في مباراة منافسات دور ربع نهائي بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين. المباراة كانت ماشية بشكل طبيعي، وصل الفريقين لركلات الترجيح، قدم طارق كالعادة مستوى أشد بيه الكل، والحقيقة إنه مش جديد على مسمار وسط الملعب اللي من يوم ما راح اتحاد جدة وهو بيقدم عظمة مع زميله المصري أحمد حجازي. لكن بعد ما وصل الفريقين لضربات الجزاء وكانوا بيستعدوا عشان كل فريق ينفذ الركلات الخاصة بيه، كان طارق حامد واقف مع لاعبي الاتحاد، مشي قدامهم حارس فريق الفيحاء، لكن رد فعل طارق كان صادم، واللي وثقته كاميرا البث المباشر اللي كانت بتنقل المباراة. طارق وجه سباب وألفاظ خارجة لحارس المرمى، واللي وصفها الجماهير بأنها وصمة في جبين طارق حامد. وعشان الأمور ما تزيدش وما يدخلش حامد ولا حارس المرمى في اشتباك، بدأ أحمد حجازي مدرب الاتحاد إنه يهدي الأجواء ما بينهم، واعتذر لحارس الفيحاء، وشاور لطارق وقال له بلاش سباب وشتائم. لكن اللقطة بدأ يتداولها رواد التواصل بشكل موسع، وكمان وسائل الإعلام والصحف السعودية، وقالت الجماهير إنه لازم يكون في عقوبة على طارق حامد، لأنه لفظ لا يليق بلاعب في فريق اتحاد جدة، وكمان ما يليقش بلاعب كبير زي طارق حامد، اللي من المفترض إنه أكبر من كده، وعارف إن الملعب ليه احترامه. لكن بحسب المقربين من طارق حامد قالوا إن خلال الماتش كان طارق ليه صدامات مع الحارس، وده اللي خلاه يخرج عن شعوره، وإنه كان عاوز الفريق بتاعه يكسب بأي شكل، وكان حزين إنهم ما قدروش ينهوا الماتش في 90 دقيقة ووصلوا لركلات الجزاء في النهاية. لكن بعض المزاعم انتشرت على مواقع التواصل بعد الواقعة، وإن طارق هيتم إيقافه ورحيله من نادي اتحاد جدة. لكن إيه حقيقة الكلام ده؟ كل كلام اللي انتشر إن في قرار بشأن طارق حامد ملوش أساس من الصحة، كلها إشاعات على مواقع التواصل ومزاعم غير حقيقية. لكن ممكن في الساعات اللي جاية يكون في قرار من النادي بتوقيع عقوبة على طارق، سواء بالغرامة أو إن يكون في تنبيه عليه بعدم تكرار الموقف مرة تانية. طارق بقى واحد من نجوم اتحاد جدة، ورغم إن الصفقة كانت عليها كلام كتير وقتها وكان في مطالب من الجماهير هناك بعدم التعاقد مع طارق، أولاً لكبر سنه، وتاني حاجة إنه ما كانش بيشارك مع الزمالك بقاله فترة طويلة، لكن الصفقة تمت في النهاية. وبعد ما شارك طارق في المباريات بدأ ياخد مكان أساسي في الفريق. ده مش بس كده، ده بقى واحد من الأعمدة الرئيسية للفريق، والجماهير بتتغنى بقوته وصلابته، وإنه أعاد الالتزام مرة تانية لخط وسط اتحاد جدة، وصفقة كان محتاجها الاتحاد من زمان.